مجلس أمناء الحوار الوطني يصدر توصيات لجانه بالمحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية. أوكرانيا تعلن إنفاق 60% من ميزانيتها على المجال الدفاعي وتواصل تلقي المساعدات العسكرية من الدول الغربية. والمستشار الألماني أولاف شولتس يدعو للمزيد من ضوابط الحدود مع النمسا مع ارتفاع أرقام الهجرة غير القانونية. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. يواصل الحوار الوطني مهمته في بلورة آراء وأفكار التيارات الفكرية والسياسية والمجتمعية المختلفة سعيا إلى أكبر توافق ممكن للشعب المصري. توصيات لجان الحوار الوطني يجرى تنقيحها تمهيدا لرفعها إلى رئيس الجمهورية. إن دعوتي للحوار الوطني تأتي من يقين راسخ لدي بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات التي تتيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات. والذي أتطلع لأن يكون شاملاً وفاعلاً وحيوياً يحتوي كافة الآراء ويجمع كل وجهات النظر ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة تجاه كافة القضايا على جميع المستويات. نشر مجلس أمناء الحوار الوطني التوصيات النهائية الصادرة عن لجانه والتي عقدت خلال الفترة الماضية، ذلك بعد توافق مجلس الأمناء عليها. كان مجلس أمناء الحوار الوطني قد تقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على استجابته الفورية بتلقي مجموعة من مخرجات الحوار الوطني، وتنوعت التوصيات ما بين مقترحات تشريعية وإجراءات تنفيذية في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية. وثمن مجلس أمناء الحوار الوطني الجهود المبذولة من جميع المقررين والمشاركين في الحوار من أجل التوافق والخروج بتلك التوصيات التي تهدف في المقام الأول لخدمة المواطن والوطن. We'll be right back.
وللمزيد مشاهدينا حول أبرز توصيات الحوار الوطني ينضم إلينا هاتفين الأستاذ طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. أستاذ طبعت برحب بحضرتك. قبل الحديث عن التوصيات ومخرجات الحوار الوطني، يبدو أن هناك توجه من المؤسسة الرئاسية نحو المضي قدما في يعني تفعيل توصيات الخاصة بالحوار الوطني. استاذ طلعت لا اعرف يعني كنت تسمعني بوضوح ام لا. استاذ طلعت برحب بحضرتك مره اخرى على الشاشه الاولى القناه الاولى المصريه. كنت بسال حضرتك عن انه يبدو ان هناك توجه من قبل المؤسسه الرئاسيه حول دفع الوقوف خلف التوصيات ومخرجات الحوار الوطني، وطبعا من خلال البوابة التشريعية الخاصة بالبرلمان المصري. أستاذ طلعت عبد القوي، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع الأستاذ طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن محاولات أوكرانيا استهداف منشآت في العاصمة الروسية موسكو بالمسيرات تأكيد جديد على ما قالت إنها طبيعة إجرامية للسلطات في كييف. كانت الدفاع الروسي قد أعلنت إسقاط مسيرة أوكرانية حاولت الهجوم على منشآت في موسكو دون تحديد لطبيعتها هذه المنشآت دون وقوع أضرار أو إصابات. أعلنت وزارة المالية الأوكرانية إنفاق البلاد ما يقرب من 60% من ميزانيتها حتى الآن خلال العام الجاري على المجال الدفاعي. وأشارت وسائل إعلام أوكرانية إلى أن إجمالي نفقات الصندوق العام لميزانية الدولة على قطاعي الأمن والدفاع بلغ 26 مليار و248 مليون دولار منذ بداية العام الحالي وحتى يوليو الماضي، مشيرة إلى أن هذا المبلغ استهدف الدعم المالي للأفراد العسكريين وضباط الشرطة وشراء المعدات العسكرية الخاصة والأسلحة والذخيرة وأيضا الوقود والغذاء. إلى ذلك أعلن الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي تسلم بلاده منظومتي دفاع جوي من طراز IRST قادمة من ألمانيا. وفي كلمة له أشار زيلينسكي إلى قوة هذه المنظومة مؤكدا حاجة كييف الشديدة لمثل هذه الأسلحة خلال الفترة الراهنة. وافقت الولايات المتحدة على إرسال طائرات F-16 المقاتلة من الدنمارك وهولندا إلى أوكرانيا. ومنحت واشنطن الدنمارك وهولندا تأكيدات رسمية بأنها ستسرع من إجراءات الموافقة على طلبات نقل الطائرات عند حصول الطيارين على التدريب. الدعم الأمريكي لأوكرانيا مستمر منذ بدء الصراع مع روسيا لتواصل واشنطن إمداد كييف بالمال والسلاح. مسؤول أمريكي أكد أن واشنطن وافقت على إرسال طائرات F-16 المقاتلة من الدنمارك وهولندا إلى أوكرانيا للدفاع عن نفسها. وسعت أوكرانيا بقوة للحصول على مقاتلات F-16 أمريكية الصنع لمساعدتها في مواجهة التفوق الجوي الروسي. المسؤول الأمريكي أوضح أن واشنطن منحت الدنمارك وهولندا
هولندا تأكيدات رسمية بأن الولايات المتحدة ستسرع إجراءات الموافقة على طلبات نقل الطائرات من طراز F-16 إلى أوكرانيا عند حصول الطيارين على التدريب. وطلبت كل من الدنمارك وهولندا تلك التأكيدات في الآونة الأخيرة. موافقة الولايات المتحدة لازمة لنقل أي طائرات عسكرية من حلفائها إلى أوكرانيا، وكان من المقرر أن يبدأ تحالف من 11 دولة في تدريب الطيارين الأوكرانيين على تشغيل الطائرات من طراز F-16 هذا الشهر في الدنمارك. وتقود الدنمارك وهولندا العضوان بحلف شمال الأطلنطي الجهود الدولية لتدريب الطيارين الأوكرانيين، بالإضافة إلى أطقم الدعم وصيانة الطائرات وتمكين أوكرانيا في نهاية المطاف من الحصول على مقاتلات F-16 لاستخدامها في الصراع مع روسيا. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وافق في مايو على برنامج لتدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات F-16، وسيجري افتتاح مركز للتدريب في رومانيا إلى جانب تدريبهم في الدنمارك. حثت وزارة الدفاع الأوكرانية المواطنين في سن التجنيد على تحديث بياناتهم في مكاتب التجنيد التابعة للجيش والتغلب على مخاوفهم من حملة التجنيد. كان زيلينسكي قد وقع مرسوما بإقالة جميع رؤساء مكاتب التجنيد في الأقاليم بعدما كشف تحقيق على مستوى البلاد عن عشرات القضايا المتعلقة بالفساد والانتهاكات. الشجاعة تقهر الخوف، هذا هو شعار حملة التجنيد التي بدأت في أوكرانيا. ففي ظل استمرار الهجوم المضاد الأوكراني للشهر الثالث، حثت وزارة الدفاع الأوكرانية المواطنين في سن التجنيد على تحديث بياناتهم في مكاتب التجنيد التابعة للجيش. الحملة معتمدة على مقاطع فيديو جيدة الإنتاج وصور لجنود بارزين مع شهاداتهم التي وصفوا فيها كيف تغلبوا على خوفهم، تستهدف التغلب على عقبة رئيسية أمام التعبئة. وفي رسالة طمأنة من الجيش الأوكراني، طلب الجيش الجميع بتحديث بياناتهم الشخصية، مؤكدا أنه لن يجري تجنيدهم تلقائيا في الجيش، ولن ينتهي المطاف بكل المجندين بالإرسال إلى ساحات القتال. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هو الذي أعلن عن تعبئة عامة بعد العملية العسكرية الروسية في فبراير من عام 2022، وأصبح جنود الاحتياط الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما في مرمى الاستدعاء. ولكن في محاولة لبناء الثقة بين المواطنين ومراكز التجنيد، تعهدت وزارة الدفاع الروسية بالقضاء على الفساد في عملية التجنيد. وكان زيلينسكي قد وقع مرسوما بإقالة جميع رؤساء مكاتب التجنيد في الأقاليم بعدما كشف تحقيق على مستوى البلاد عن عشرات القضايا المتعلقة بالفساد والانتهاكات. وتأتي الحملة في الوقت الذي تواجه فيه أوكرانيا على الأرجح تحديات صعبة فيما يتعلق بالتجنيد، بينما تعيش مرحلة استنزاف صعبة في صراعها مع روسيا الدائر منذ نحو 18 شهرا. اعتبر نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي اعتبر أن الأسلحة الغربية تقل كفاءة عن نماذج أسلحة سوفيتية عمرها 50 عاما. وأضاف في اجتماع لمجلس الأمن أن النتيجة الوحيدة لهجوم كييف المضاد كانت مقتل عشرات الآلاف من الجنود الأوكرانيين، مؤكدا أن الجيش الروسي دمر خلال صد ذلك الهجوم مئات الدبابات والمدرعات والأسلحة الغربية باهظة الثمن. وأشار إلى أن تدريب الدول الغربية للقوات الأوكرانية والتخطيط لعمليات للجيش الأوكراني في روسيا أمر مؤسف، وهو ما تؤكده شهادات العسكريين الأوكرانيين الأسرى لدى الجيش الروسي.
أعلن منتدى الدول المصدرة للغاز في تقرير شهري أن هناك انخفاضا على طلب الغاز في أوروبا بشكل حاد في النصف الأول من عام 2023. وأرجع المنتدى هذا التراجع في المقام الأول بالشتاء الدافئ بشكل استثنائي الذي شهده الاتحاد الأوروبي، وذلك في الربع الأول من العام. بشكل حاد انخفض الطلب على الغاز في أوروبا في النصف الأول من عام 2023، ويبدو أن ذلك سيستمر حتى نهاية العام. منتدى الدول المصدرة للغاز أشار في تقرير إلى تراجع الاستهلاك بنسبة 10.6 في النصف الأول من 2023، أي ما يعادل 21 مليار متر مكعب بحسب التقرير. ويفسر هذا التراجع في المقام الأول بالشتاء الدافئ بشكل استثنائي الذي شهده الاتحاد الأوروبي في الربع الأول من عام 2023، مما أدى إلى انخفاض الطلب على التدفئة المنزلية. التقرير يشير كذلك إلى تحديد الاتحاد الأوروبي هدفاً يتمثل في خفض الاستهلاك بنسبة 15% في دوله الأعضاء في النصف الثاني من عام 2023. لا يزال احتمال ملاحظة اتجاهات مماثلة في استهلاك الغاز الطبيعي في أوروبا مرتفعاً. ويستند تقدير منتدى الدول المصدرة للغاز خصوصا إلى أحدث التوقعات الجوية التي تشير إلى أن الربع الأخير من عام 2023 سيتسم بظروف أدفأ نسبيا، فضلا عن تواصل سياسة الاتحاد الأوروبي في خفض الاستهلاك. التقرير توقع كذلك انخفاض الطلب من القطاع الصناعي الذي لا يرجح أن يشهد انتعاشا كبيرا خلال الأشهر الستة المقبلة، لكن لم تشهد كل مناطق العالم انخفاضا في الطلب على الغاز، فقد سجلت الصين مثلا زيادة بنسبة 6% في استهلاكها في النصف الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. بحث وزير الطاقة الأوكراني جيرمان غالوشينكو ووزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر غرانهولم بحث استعدادات أوكرانيا لموسم التدفئة المقبل. وناقش الطرفان أولويات استقطاب المساعدات الدولية لاستعادة نظام الطاقة الأوكراني واجتياز موسم التدفئة المقبل وسط التدخل العسكري الروسي. ومن جهته أشار وزير الطاقة الأوكراني إلى أنه في إطار استعداداتهم لموسم التدفئة القادم، تبذل شركات الطاقة الأوكرانية أقصى الجهد لتنفيذ مناهج وحلول جديدة لضمان سلامة مرونة نظام الطاقة. قال متعاملون ومحللون إن الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، تسحب كميات قياسية من المخزون الذي تراكم في وقت سابق من العام الجاري. وكونت مصافي التكرير الصينية فائضا من المخزون مستعينة بسعة تخزين ضخمة تم بناؤها على مدى العقد الماضي، مما يمنح المشترين مرونة في زيادة المشتريات عندما تكون الأسعار منخفضة. وتظهر بيانات رسمية أن واردات الصين من الخام بلغت أعلى مستوياتها وذلك في 3 سنوات، لتصل إلى 12.67 مليون برميل يوميا في يونيو، في حين يتوقع المحللون أن تتراجع الواردات إلى ما بين 11 و12 مليون برميل يوميا. حذر الرئيس النيجيري من عواقب خطيرة في حالة تدهور صحة رئيس النيجر محمد بازوم المحتجز لدى المجموعة العسكرية التي سيطرت على السلطة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه رئيس نيجر مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، وشدد على أن ظروف اعتقال رئيس بازوم تتدهور، وأي تدهور إضافي في حالته الصحية سيؤدي إلى عواقب خطيرة. أكد مفوضو السلم والأمن في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس، أكد أن كل الخيارات موجودة على الطاولة بشأن التعامل مع أزمة النيجر. وأضاف المفوض الأفريقي خلال مؤتمر صحفي ضم وزراء خارجية دول إيكواس حول تطورات الأوضاع في النيجر أن باب الدبلوماسية مفتوح لحل الأزمة، داعيا إلى عودة النظام الدستوري للنيجر وإطلاق سراح الرئيس محمد بازوم. دعت المنظمة الدولية للهجرة إلى إنشاء ممر إنساني عاجل
خارج النيجر للمهاجرين، وذلك لتخفيف الازدحام في مراكز استضافتهم وحتى عودتهم. وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة أن عمليات إغلاق الحدود والمجال الجوي الأخيرة في النيجر ضاعفت من التحديات التي واجهها المهاجرون وأعاقت عمليات العودة الطوعية بمساعدة المنظمة. كما لفتت إلى تأجيل أو إلغاء جميع الرحلات الجوية في الوقت الحالي، ومنها التي كانت تهدف لتسهيل العودة الطوعية إلى النيجر لأكثر من 1000 مهاجر. أكد المستشار الألماني أولاف شولتز في مؤتمر صحفي مع نظيره النمساوي كارل نايمر في مدينة سالسبورغ النمساوية، أكد أن ضوابط الحدود مع النمسا ضرورية بالنظر إلى أرقام الهجرة المرتفعة حاليا. وأوضح شولتز أنه ناقش مع نظيره النمساوي تطورات قضية الهجرة وحرب أوكرانيا والتعاون بشأن ممر خط أنابيب الهيدروجين عبر إيطاليا إلى النمسا وألمانيا، كما أعرب عن ثقته في نجاح آلية اللجوء الجديدة في الاتحاد الأوروبي التي يتم التفاوض عليها حاليا، معتبرا أن الاتفاقيات مع دول المنشأ والعبور ستؤدي إلى تحسين أرقام الهجرة في أوروبا. وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تشكيل الوفد الروسي إلى الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة برئاسة وزير الخارجية سيرجي لافروف. ذكرت وكالة تاس الروسية أن الوفد يضم أيضا نائب وزير الخارجية ورئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي والممثل الدائم لدى الأمم المتحدة. هذا ومن المقرر بدء الأسبوع رفع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 19 من سبتمبر القادم. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد حضر عددا من القمم الأممية خلال السنوات الماضية، إلا أنه منذ بدء الصراع الروسي الأوكراني قد حد بوتين من زياراته الخارجية. يواصل مهرجان العالمين الجديدة تنفيذ الفعاليات المختلفة، ما بين فعاليات فنية ورياضية وترفيهية. في هذا الإطار اختتمت منافسات البطولة العربية للجودو التي أقيمت بمشاركة ما يقرب من 600 لاعب ولاعبة من مختلف الدول العربية. هذا وقد توج فريق القادسية الكويتي بالميدالية الذهبية أمام فريق إمام المتقين العراقي الذي حصل على الميدالية الفضية. وتميزت البطولة بالأجواء المشرفة أو المشرفة المبهرة بجانب الصالة العالمية التي تقام عليها المنافسات. كل هذا بالإضافة إلى إقامة المنافسات بجوار الشواطئ الذي نتج عنه مشهد رياضي سياحي مهيب. وأبدت الوفود المشاركة انبهارها بالبطولة والجهود المبذولة لخروج البطولة بشكل يليق باسم مصر، إضافة إلى استمتاعهم بالفعاليات المتنوعة بمهرجان العالمين الجديد الذي يعقد تحت اسم العالم عالمين. الحمد لله، وربنا كرمنا في الفرق وخدنا اول، بس يعني ربنا ما كرمناش في الفردي، بس انا الحمد لله يعني جبت دهب امبارح ودهب النهارده، الحمد لله ده كرم كبير من ربنا. يعني شاركنا اليوم مع نادي امام المتقين، لعبنا مع مصر والحمد لله فزناهم في اول مباراه، لعبنا مع نادي القادسيه والحمد لله غلبناهم في النهائي، لم يحالفنا الحظ الحمد لله وشكر، حصلنا على المركز الثاني. حصلنا على المركز الثاني الحمد لله، و شاركنا فرقي وفردي والحمد لله حصلنا نتيجة. البطولة على مستوى عالي جدا وعلى كواليتي عالي، لعيبة يعني مجهزة صح، والإداريين والمدربين مجهزين لعيبتهم بشكل قوي. يعني تنظيم البطولة يعني نشكر مصر والله على التنظيم الجميل هذا، يعني ما قصروا معنا بأي شيء، وجبات
تنظيم اللعيبة، ندخل كحكام وإحنا مرتاحين؟ إعدادنا كان بمصر، كان بالقاهرة مع نادي الشمس، وحققنا ذهبية وأربعة فضة وثمانية برونز، حصلنا على المركز الثالث بالفرق الحمد لله. البطولة ممتازة إلى أبعد الحدود، أو يعني من أفضل البطولات اللي شاركنا فيها. الأمانة أولا الله يعطيكم ألف عافية على التنظيم اللي أكثر من رائع، والله ما كنت يعني متوقع بهذا المستوى اللي شفناه. تنظيم جبار، وبفضل الله الحمد لله حصلنا على ميدالية ذهب وأربعة فضة وسبعة برونز، وبالتصنيف العام خذينا المركز الثالث. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غداً طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهاراً، معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلاً، وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غداً أعلى عدد من محافظات ومدن الجمهورية وعدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.
بتوقعات خبراء الطقس مشاهدينا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الجولة الإخبارية. لم يتبقى فيها إلا التذكرة بأبرز ما جاء فيها من عناوين. مجلس أمناء الحوار الوطني يصدر توصيات لجنته بالمحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية. أوكرانيا تعلن إنفاق 60% من ميزانيتها على مجال الدفاعي وتواصل تلقي المساعدات العسكرية من الدول الغربية. المستشار الألماني أولاف شولتس يدعو للمزيد من ضوابط الحدود مع النمسا مع ارتفاع أرقام الهجرة غير القانونية. انتهت نشرة التاسعة، ولكن التاسعة مستمرة مع حضراتكم ومع يوسف عبدين. مساء الخير يا أمير، مساء الخير رجائي. مساء الخير يا يوسف، دائما متألق كده، واسمح لي ان انا يعني ابدي اعجابي بالجرافته ولون الجرافته، اعتقد يعني ذوق رائع جدا يعني. طب انا كنت على الديسكو كان يوسف الحسيني هنا في موضوع الكرافته، انت يعني برضه انت استاذ في الحاجات دي. الله يكرمك يا فندم، الله يكرمك. هي اكيد حلقه مميزه جدا في احداث كثيره، وخاصه يعني الانتهاء مجلس الامناء بالفعل للحوار الوطني اصدر توصيات لجانه بالمحاور السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه، يعني هناك الكثير لتناقشه الليله في التاسعه. انت عارفه اميره طبعا حلقه الجمعه بتبقى حلقه متنوعه جدا فيها أكيد. فقرات متنوعه النهارده، حلقات فقرات حلوه جدا معانا من العالمين لسفاجه للذكاء الاصطناعي. الجلسات الحوار الوطني اتناقشت امبارح بصفه كبيره وبصيغه يعني مستفاضه شويه، لكن النهارده هنحاول نخفف الامور شويه على الناس في بعض الفقرات المتميزه، نرجو ان انتم تتابعوها معانا ان شاء الله. اكيد موفق ان شاء الله. شكرا رجائي، شكرا اميره، وشكرا كل صناع التاسعه. ولحظات مشاهدينا ونبدا مع حضراتكم التاسعه.